بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الآن إلى نهاية المحاضرة الماضية. المحاضرة الماضية بدينا بموضوع الدياجوناليزيشن، وهو كيف نعمل اللي هو دياجوناليز للمصفوفة، بمعنى نخليها مصفوفة قطرية. ابتدأنا بتعريف السيميلار ماتريكس، فقلنا إنه السيميلار ماتريكس بي إذا قدرت ألاقي مصفوفة تانية كي، بحيث الكي هذه نون زيرو ماتريكس يعني، أو نون سينجولار ماتريكس. إيش يعني؟ يعني المعكوس تبعها موجود، بحيث البي بده يساوي الكي إنفرس في الإي في الكي. تمام؟ واخذنا على ذلك مثالا واحدا بعد ما اثبتنا انه اذا كانت الاي سيميلار لبي فان بي سيميلار لي، وفي نفس الوقت اي سيميلار تو اتسلف. تمام؟ يبقى هذا اللي اخذناه المحاضره الماضيه، والان بدنا نضيف. اخذنا طبعا مثال واحد، لسه ياما ناخذ امثله، فبدنا نبدا نحط بعض المعلومات النظريه الاساسيه او العمود الفقري في هذا السكشن. بيقول لي to show that the given n by n matrix is A is similar to a diagonal matrix. والدياجونال ماتريكس هي مكتوبه بالشكل هذا، من حد ما تشوفي هذه يعني مصفوفه قطريه، جميع عناصرها اصفارا ما عدا عناصر القطر الرئيسي. ها، we take the following theorem، ناخذ النظريه التاليه. طبعا مين اللندات هذول؟ لندا واحد ولندا اثنين ولندا ان؟ هي الايجن فاليوز، مش حيلا مش اي ارقام، يبقى ارقام محددة. طيب النظرية بتقول ليش the n by n matrix A is similar to A diagonal matrix. ملاحظين المرة اللي فاتت بدينا K inverse A K، طلعت عندي مصفوفة قطرية في الاخر، مظبوط ولا لا؟ المصفوفة القطرية العمود الفقري قيمة التو لاندز اللي طلعوا عندي بالضبط. يبقى هنا لما اقول الـ A is similar to A diagonal matrix if and only if it has a set of linearly independent eigenvectors k1 وk2 لغاية kn. الكلام هذا بدي اعيد صياغته مرة ثانية. باجي بقول that is لو كان عندي المصفوفة k، هذه مصفوفة k، k1 هو العمود الاول، k2 العمود الثالث، kn العمود رقم m، وكل ايجن فيكتور هذا مناظر لمين؟ مناظر للايجن فاليو اللي هي لاندا واحد، والثاني للاندا اثنين، والثالث لاندا ثلاثة، والاخر للاندا ان. ذم الكي انفرس اي في الكي بده يساوي المصفوفة اللي عندنا هذه، يعني بده يساوي المصفوفة اللي جميع عناصرها اصفارا ما عدا عناصر القطر الرئيسي، بيكون عناصرها هو مين؟ الايجن فاليوز. يبقى هاي النظريه بتحكي بالشكل عن هذا. يبقى لو اعطاني مصفوفه A بدي يجيب الدياجونال ماتريكس تاعها، بحيث العناصر تبع الدياجونال ماتريكس يكونوا هم الايجن فاليوز، يبقى بدي احاول اجيب الايجن فيكتورز اللي عندنا، والايجن فيكتورز بس بشرط انه كلهم لينيرلي اندبندنت، لانه قال لي لينيرلي اندبندنت، ولا واحد يعتمد على الثاني، كلهم مستقلات عن بعض تمام الاستقلال. يبقى بحصل على مين؟ على الدياجونال ماتريكس هذه. ايه الان بدي اجي للعنوان اللي انا رافعه المره اللي فاتت، كنا بنتكلم عن السيميلار ماتريكس فقط ولم نتكلم عن الدياجونالايزيشن. تمام؟ هذا الكلام اللي احنا بنحكي هو الدياجونالايزيشن واحنا مش داريين. طلع التعريف ايش بيقول لي؟ اف ال اي از اي دياجونال، اف التعريف اللي قبله اف ال اي از اي سيميلر تو اي دياجونال ماتريكس، يعني هل الكلام هذا صحيح؟ ذن ال اي از سيد تو بي دياجونالايزيبل. يبقى المصفوفه اي بنقدر نعملها على شكل مصفوفه قطريه. يبقى لو كانت المصفوفة A similar to A diagonal matrix automatic بقول انه الA هذه diagonalizable. طيب التعريف الثاني بيقول لي لو كانت الA diagonalizable matrix then it possesses، هي تفترض n linearly independent eigenvectors. يبقى الeigenvectors اللي عندنا اللي عددهم يساوي n بدهم يكونوا linearly independent،
and this set وهذا الست بنسميها ال complete set of eigenvectors. يبقى هذه المجموعة الكاملة لمين؟ لل eigenvectors اللي عندنا. على أي حال التعريف الأولاني دقيق جدا، لأنه هيقول لك كيف بدك تخلي المصفوفة هذه diagonal matrix. صح، سؤال ممكن. طلع هنا بنطرح هذا السؤال وبنحاول الإجابة عليه، بدنا نمشي خطوات محددة الآن بعد قليل، فدققي معي. بقول لي how to diagonalize an n by n matrix. أنا بعطيك مصفوفة، لما أعطيك مصفوفة كيف المصفوفة هذه بدك تكتبها لي على شكل قطري فقط، وبحيث عناصر القطر الرئيسي هم الايجن فاليوز فقط لا غير. بقول لا، بدي امشي الثلاث خطوات اللي عندنا. الخطوه الاولى بيقول لي find n linearly independent eigenvectors of the matrix A C K1 و K2 لغاية Kn. وهذا الكلام بقينا احنا بنوجده في الامثلة السابقة. كل اربع سيكشن واحد كان الايجن فاليوز والايجن فيكتورز، مظبوط. اذا الخطوة الاولى هذه تحصيل حاصل، يا ما جبناها في كل الامثلة اللي فاتت، سواء كانت كومبلكس اللي لاندا كانت كومبلكس او ريال، صحيح ولا لا؟ يبقى الخطوة الاولى لم نأتي بجديد. نيجي الخطوة الثانية، find the matrix K اللي هي عناصرها من العمود الاول K1 K2 Km. يبقى هذه برضو كنا بنكتبها اللي هو العناصر اللي عندنا هذه تبعت الايجن فكره. بنقول الست هذه تمثل بيزز للايجن سبيسز، تمام. يبقى هي المصفوفه هذه وير الكهات هذول ار كول ايجن فيكتور، يبقى جبنا له المصفوفه هذه، يبقى تحصيل حاصل كمان هذه. يعني الايجن فيكتورز اللي جبناهم بدك تكتبهم بس على شكل مصفوفه، هي اللي بتقوله مين؟ الخطوة الثانية. يبقى الخطوة الأولى بدي أجيب الأيجن فاليوز والأيجن فيكتورز، الخطوة الثانية بدي أكتب الأيجن فيكتورز على شكل مصفوفة، الخطوة الثالثة دي ماتريكس المصفوفة K انفرس A K will be A diagonal matrix، حديها الرمز دي، يبقى بتطلع عندك الدياجونال. يعني بدي أضرب معكوس المصفوفة K اللي طلعت عندنا هنا في اثنين، في المصفوفة A الأصلية اللي عندي، في المصفوفة K الناتج، لازم يطلع المصفوفة اللي عندنا هذه. Where lambda i the eigen vec the eigen value corresponding to K i والi من واحد لغاية مين؟ لغاية ال m. طب حدا فيكم بتحب تسأل أي سؤال في الكلمتين النظري قبل أن نذهب إلى التطبيق العملي لهذا الكلام؟ حدا فيكم تحب تسأل أي سؤال؟ جاهزين؟ طيب، طبعا تعرف الامتحان أجل ليوم 24 اللي هو يوم الثلاثاء، مش بكرة، الثلاثاء اللي بعده. الأربعة ولا الثلاثاء؟ الأربعة. الأربعة فيش مشكلة، عادي جدا. يبقى الامتحان يوم الأربعاء اللي هو القادم. الساعة قديش؟ ساعة تنتين، يعني بعد ما نخلص محاضرتنا. بس عند الطلاب مش عندكم. آدم. طيب، على أي حال ما علينا، يبقى الامتحان كما هو في شابتر ثلاثة وباقي شابتر اثنين، مش هنضيف زيادة إلا الامتحان انطبع وجاهز. أي نعم. نيجي للمثال اللي عندنا، بقول لي خذ المصفوفة نظامها اثنين في اثنين زي ما انت شايف، هات لي الايجن فاليو والايجن فيكتورز. يبقى هذا اللي كنا بنجيبه المرة الماضية في سكشن 4-1. بعدك بين لي انه الاي از دياجونالايزابل، يبقى بك تبين لي انه المصفوفه اي بقدر استبدلها بمصفوفه قطريه عناصرها هم عناصر مين؟ الايجن فاليوز. اذا بدي ابدا زي ما كنت ببدا هناك، بدي اخذ لاندا اي ناقص المصفوفه اي وتساوي هاي اللاندا وهنا زيرو زيرو لاندا ناقص المصفوفة ايه الشكل اللي عندنا هذا، هذه تصبح على الشكل التالي. هنا لاندا ما فيش غيرها، وهنا ناقص واحد، وهنا ناقص اثنين، وهنا لاندا ناقص واحد بالشكل اللي عندنا هذا. بعد هيك بدي اروح اجيب الديترمينانت لهذا من خلال الديترمينانت او المحدد، بجيب
قيم الايجن فاليوز. يبقى بدي اروح اخذ الديترمينن لمين؟ للاندا اي ناقص الاي واسويه بالزيرو. يبقى هذا معناه ان المحدد لاندا سالب واحد سالب اثنين لاندا سالب واحد بده يساوي، بدي افكه هذا، يبقى لاندا في لاندا ناقص واحد ناقص اثنين يساوي مين؟ يساوي زيرو. يبقى المحدد هذا يصير لاندا تربيع ناقص لاندا ناقص اثنين يساوي زيرو. بدي احلل هذا كحاصل ضرب قوسين يبقى وحاصل ضرب عاملين يساوي زيرو. هنا لاندا هنا لاندا هنا واحد هنا اثنين هنا ناقص هنا زائد. يبقى زائد لاندا وناقص اثنين لاندا بضل ناقص لاندا واحدة، هي موجودة عندنا. يبقى تحليلنا سليم، يبقى بناء عليه لاندا تساوي سالب واحد ولاندا تساوي اثنين. مين هذول يا بنات؟ يبقى هذول ار ذا ايجن فاليوز. يبقى هذول ار ذا ايجن فاليوز of the matrix A. يبقى هذول اللي هم الايجن فاليوز. بدنا نروح نجيب الايجن فيكتورز. يبقى احنا حتى الان في الخطوة الاولى لسه جبنا الايجن فاليوز، بدنا نروح نجيب مين؟ بدنا نروح نجيب الايجن فيكتورز. يبقى بدي اجي للمصفوفة او لحاصل الضرب اللي هو مين؟ ناو. هذا كله من اول بداية الحل بدي اعتبره النقطة الاولى نمرة ايه. احنا عندنا لاندا اي ناقص الاي في الاكس بده يساوي زيرو. هذه المعادلة الأصلية اللي بنشتغل عليها ابتداء من سكشن 4-1، هي ما غيرناهاش. هذا معناه انه لاندا اي ناقص اي هيها جاهزة للمصفوفة اللي عندنا اللي هي اللاندا، وهنا ناقص واحد وهنا ناقص اثنين، لاندا ناقص واحد في اكس اللي هو اكس واحد اكس اثنين بده يساوي زيرو اللي هو زيرو وزيرو بالشكل اللي عندنا هذا. بدي اخذ الحالة الأولى لو كانت لاندا تساوي سالب واحد، ايش اللي بده يصير؟ يبقى بدي اشيل كل لاندا واحط مكانها سالب واحد. يبقى بصير عندنا هنا سالب واحد سالب واحد وهنا سالب اثنين سالب اثنين في اكس واحد اكس اثنين كله بده يساوي مين؟ زيرو وزيرو. بدي اجي افك المعادلة هذه واحولها الى معادلات، يعني المعادلة المصفوفة هي بدي اضربها واحولها الى معادلتين. فباجي بقول له ناقص اكس واحد ناقص اكس اثنين بده يساوي زيرو، وهنا ناقص اثنين اكس واحد ناقص اثنين اكس اثنين بده يساوي زيرو. هذول كم معادلة يا بنات؟ معادلة واحدة. انت لك في الحقيقة معادلة واحدة. اذا هذه المعادلة الواحدة هي اكس واحد زائد اكس اثنين بده يساوي زيرو، ومنها اكس واحد بده يساوي مين؟ سالب اكس او اكس اثنين بده يساوي سالب اكس واحد. يبقى باجي بقول له لو كانت الاكس اثنين بده يساوي ايه then اكس واحد بده مين؟ سالب ايه. هذا بده يعطيني the eigen vectors are in the form على الشكل التالي اللي هم مين؟ x1 x2 بده يساوي x1 اللي هي ناقص a و x2 اللي هي a بالشكل اللي عندنا او A في سالب واحد واحد. يبقى طلع عندي هذا هو يمثل مين؟ بيزز للايجن فيكتور سبيس المناظر للايجن فاليو اللي هي مين؟
لاندا تساوي سالب واحد. الآن بدنا نيجي لمين؟ ناخذ لاندا الثانية. يبقى باجي بقول له هنا اف لاندا تساوي الثانية طلعت معانا اثنين، يبقى ذن لما طلعت لاندا تساوي اثنين يبقى المعادلة المصفوفية حتكون على الشكل التالي، حشيل كل لاندا واحط مكانها اثنين، يبقى اثنين ناقص واحد هنا ناقص اثنين، واثنين ناقص واحد اللي هي بقديش؟ بواحد بالشكل اللي عندنا هذا، اكس واحد اكس اثنين بدها تساوي زيرو زيرو. هذول حتعطيني معادلتين، المعادلة الأولى اللي هي اثنين اكس واحد ناقص اكس اثنين بده يساوي زيرو، والمعادلة الثانية ناقص اثنين اكس واحد زائد اكس اثنين برضو يساوي زيرو. هذول كم معادلة يا بنات؟ معادلة واحدة، لأن لو ضربت الثانية في سالب بصير هي المعادلة الأولى. يبقى هذا معناه أنه 2 إكس 1 ناقص إكس 2 بده يساوي 0، هذا معناته أنه إكس 2 بده يساوي 2 إكس 1. يبقى هذا معناه إيه؟ لو كانت الإكس 1 تساوي إيه؟ والله بي مثلا، ذن اللي هو اكس 2 بده يساوي 2 بي، وبالتالي اصبحت هنا مين؟ ذي ايجن فيكتورز ار ان ذي فورم، صار على الشكل التالي اللي هو اكس 1 بي بي وهنا ب 2 بي، يعني بي برا وهنا 1 2 بالشكل اللي عندنا هذا. طبعا هذا يمثل بيزز لمين؟ للايجن فيكتور سبيس اللي عندنا. طيب الان خلصت اللي هو المطلوب الاول، المطلوب التالي قال لي هات لي المصفوفه كي. باجي بقول له المصفوفه كي هي عباره عن مين؟ هي عبارة عن كي واحد وكي اثنين. في عندي غيرهم؟ ما عنديش غيرهم. كي واحد اللي هو مين؟ سالب واحد وواحد، وكي اثنين، كي اثنين هي عبارة عن العمود واحد واثنين. لاحظ انه اثنين هدول linearly dependent ولا linearly independent؟ اندبندنت. ليش؟ انه ولا واحد فيهم مضاعفات الاخر. يبقى هنا باجي بقول لك بين قوسين نوت ذات، لاحظي انه اللي هو سالب واحد وواحد اند الثاني واحد واثنين ار لينيرلي اندبندنت، اللي هي الخطوه الثانيه. بدي اجي للخطوه الثالثه، الخطوه الثالثه هي المطلوب نمره بي من المساله، بين لي انه ايه از دياجونالايزيبل. يعني احنا حتى لان جبنا الايجن فاليوز والايجن فيكتورز اللي عندنا وحطيناهم على شكل شكل مصفوفه. اذا بدي اجي لنمره بي من السؤال، مشان اجيب نمره بي بدي اجي للمصفوفه كي واجيب مين؟ المعكوس تبعها. مشان اجيب المعكوس تبعها بدي اعرف قديش الديترمينينت للكي، تمام؟ يبقى المحدد سالب واحد واحد اثنين ويساوي سالب اثنين سالب واحد ويساوي قديش؟ سالب ثلاثة، وزي ما انتم شايفين لا يساوي زيرو، يعني هذه المصفوفة نون سينجولار ماتريكس. يبقى هذا معناه انه كي از نون سينجولار ماتريكس. ما دام نون سينجولار ماتريكس اذن الها معكوس. بدنا نروح نجيب المعكوس تبع هذه المصفوفه ونضربه في المصفوفه A وكذلك في المصفوفه K اتسل. يبقى الان K inverse A K
ايش بده تعمل؟ ايش الناتج يا بنات؟ حدا بتقدر تقول لي قديش الناتج؟ هم الاجر فاليو. ايوه، هم مين؟ هم المصفوفه نظامها 2 في 2، بحيث القطر الرئيسي اللي هو ناقص 1 و2، والقطر الرئيسي الثانوي باصفار، يعني قبل المبدا، لانه هذه المصفوفه هي اللي بتعمل لي دياجونالايزيشن لميم للمصفوفه اي، وبالتالي بقول الاي از دياجونالايزيبل. طيب هذا معناه، طبعا هذا تعريف مين يا بنات؟ الناتج المصفوفه اللي بتطلع ايش بقول عليها؟ سيميلر تو ايه؟ مش هتعرف السيميلر؟ وكانه السيميلر هي مين؟ هي الدياجونالايزيشن، هي نفس العمليه، بس هنا حطينا لها شغل وكذا. هناك ما كناش بنعرف هذا الكلام في المثال اللي طرحناه المحاضره الماضيه. يبقى هذا الكلام يساوي بدي اجي لمعكوس المصفوفه كي، بنبدل عناصر القطر الرئيسي مكان بعض، وبنغير اشارات عناصر القطر الثانوي، وبنقسم على محدد هذه المصفوفه. المحدد هذا قديش؟ سالب 3. يبقى هاي 1 على سالب 3. بدي اجي هنا هذا 2 وهنا سالب 1 وهنا سالب 1 وهنا سالب 1. غيرت اشارات عناصر القطر الثانوي وبدلت عناصر القطر الرئيسي مكان بعض، الاي باجي بنزلها كما كانت، لو 0 1 2 1، المصفوفة كي كما هي 1 2، ويساوي سالب 3. خليك برا، تمام. بضل عندنا هنا بدي اجي اضرب المصفوفتين مثلا، هذا 2 سالب 1 سالب 1 سالب 1 في، بدي اضرب هذول المصفوفتين في بعض، يبقى 0 و1 اللي هو بواحد، يبقى 0 و2 يبقى في 2، يبقى سالب 2 و1 يبقى سالب 1، 2 و2 يبقى قديش؟ 4 بالشكل اللي عندنا هذا. يبقى هذا الكلام بده يساوي سالب 3 في، نضرب المصفوفتين هذول في بعض، يبقى هنا 2 وهنا 1 يبقى 3، هنا 4 وناقص 4 يبقى 0، تمام. هنا الصف الثاني سالب 1 وموجب 1 يبقى 0، الصف الثاني في العمود الثاني سالب 2 وسالب 4 يبقى سالب 6 بالشكل اللي عندنا هذا. بدي اضرب كل العناصر في سالب 3، يبقى هذا بيعطيكم قديش؟ سالب 1 وهنا 0 وهنا 0 سالب مع سالب موجب، وهنا ب2. اطلع الى عناصر القطر الرئيسي سالب 1 و2 هي قيم مين؟ الايجن فاليو. معنى هذا الكلام انه الاي از دياجونالايزيبل، يبقى هنا الاي از دياجونالايزيبل، وهو المطلوب. ناخذ الملاحظة هذه ريمارك، it should be noted that it should be noted that، يجب ملاحظة انه not every square matrix، not every square matrix، مش كل مصفوفة مربع is similar to a diagonal matrix because
not every square, not every square matrix. Has a complete set. Has a complete set. Complete set of eigen vectors. Example. Is the matrix A تساوي 2 3 0 2 similar to a diagonal matrix العمود هذا لازم خلاص خلي بالكم نيجي الملاحظة اللي احنا كاتبينها المثال اللي قبله كان عندنا مصفوفة مربع نظامها 2 × 2 لقيناها دياجونالايزيبل لما يسأل يقول لي هل المصفوفة هذه دياجونالايزيبل ولا لا انا بفهم منها شغلتين الشغلة الاولى قد تكون دياجونالايزيبل وقد لا تكون دياجونالايزيبل اذا بنقدر نقول مش كل مصفوفة سيميلار تو ايه مصفوفة اخرى ليس بالضرورة أو بمعنى آخر مش كل مصفوفة بتكون دياجونالايزيبل طيب كيف بدنا نثبت صحة هذا الكلام أو كيف بدنا نبين هذا الكلام إيش بقول لي هنا في الجزء الناري في الملاحظة هذه بقول لي should be noted that من الملاحظ أنه يجب أن تلاحظ أنه not every square matrix is similar to a diagonal matrix مش كل مصفوفة مربعة similar لمين لمصفوفة قطرية because not every square matrix has a complete set of eigenvalues مش كل مش كل square matrix مصفوفة مربعة إلا complete set of eigenvalues تعال نترجم هذا الكلام على أرض الواقع معطيني مصفوفة وقال لي شوف لي هل هذه diagonalizable والله not diagonalizable إذن بدي أمشي مثل ما مشيت في المثال اللي توه شوف حالي لوين بدي اوصل هل بقدر اكمل والله بقدرش اكمل واذا بقدرش اكمل ايش الشيء اللي خلاني ما اقدرش اكمل الحكي تبعي بقول له بسيطة اذا انا بدي ابدأ بلاندا اي ناقص الاي يبقى اللي هي مين لاندا زيرو زيرو لاندا ناقص الاي 2 3 0 2 ويساوي هنا لاندا ناقص 2 وهنا ناقص 3 وزيرو كزي ما هو وهنا لاندا ناقص 2 بالشكل اللي عندنا هذا بدي اروح اخذ المحدد تبعها يبقى الديترمينن للاندا اي ناقص الاي ويساوي المحدد لاندا ناقص 2 ناقص 3 زيرو لاندا ناقص 2 يبقى هذا لاندا ناقص 2 الكل تربيع ناقص الزيرو هذا الكلام بده يساوي زيرو يبقى هذا معناه انه لاندا ناقص 2 الكل تربيع يساوي زيرو هذه معادلة من اي درجة من درجة تانية يبقى لها كم حل حلين يبقى هذه المعادلة لها حل لكن الحلان
ار ايكويفالنت، اتنين منطبقين، اتنين نفس الحل. يبقى بناء عليه بقول هذا الكلام بده يعطينا انه لاندا واحد تساوي لاندا اثنين تساوي قديش؟ تساوي اثنين. طب بناء عليه بدي اروح اجيب الايجن فيكتورز المناظره لمين؟ لا لاندا تساوي اثنين. يبقى باجي بقول هنا لو اخذنا لاندا واحد تساوي اثنين، تمام؟ بدي اروح اخذ مين؟ لاندا اي ناقص الاي في الاكس، كل هذا الكلام بده يساوي زيرو. هذا بده يعطينا لاندا اي ناقص الاي، هاي هالمصفوفة، حشيل اللاندا هذه واكتب مكانها قديش؟ واكتب مكانها اثنين، بصير هايها هاي لاندا ناقص اثنين. بلاش تقولي من وين اجت؟ وهنا ناقص ثلاثة، وهنا زيرو، وهنا لاندا ناقص اثنين، وهذه الاكس واحد اكس اثنين بدها تساوي زيرو، وزيرو بالشكل اللي عندنا هنا. يبقى لما لاندا تساوي اثنين بصير المصفوفة لان هذه بقديش؟ زيرو، وهذه سالب ثلاثة، وهذه زيرو، وهذه زيرو، في اكس واحد اكس اثنين بده يساوي زيرو وزيرو. يبقى الصف الاول في العمود الاول بيعطينا مين؟ بيعطينا سالب ثلاثة اكس اثنين يساوي زيرو. في غير هيك؟ لا. يبقى ما اعطانيش الا معادلة واحدة بمجهول واحد. كل اللي بقدر اقوله من هذه المعادلة انه الاكس اثنين بده يساوي قديش؟ طب والاكس واحد اي رقم مين مكان يكون؟ يبقى باجي بقول له اند اكس اثنين بده يساوي الاي سي مثلا، يعني اي واحد كيف؟ مش سامع. اكس واحد اكس واحد، يبقى اكس واحد بده يساوي اي مثلا، اي رمز حط اللي بدك اياه. يبقى بناء عليه اصبح الايجن فيكتورز على مين؟ على الشكل التالي. يبقى هنا سو ذي ايجن فيكتورز كورسبوندينج تو لاندا واحد يساوي اثنين ار ان ذي فورم على الشكل التالي: اكس واحد اكس اثنين يساوي اكس واحد اللي هو بأي، واكس اثنين اللي هو بقديش؟ بزيرو، اللي يساوي اي في واحد زيرو. طب لاندا مكررة، يبقى الثانية زيها صح ولا لا؟ يبقى also the eigen vectors corresponding to لاندا اثنين تساوي اثنين r n the four. يبقى اصبحت على الشكل التالي اللي هو مين؟ بي مثلا، لكن هي نفسها ما تغيرتش، يبقى ليس بي وانما اي في واحد زيرو. طيب تعال نشوف في هذه الحالة شو شكل المصفوفة كي. المصفوفة كي بحط فيها الايجن فيكتورز، مزبوط ولا لا؟ يبقى بناء عليه المصفوفة كي بدها تساوي واحد زيرو واحد زيرو، تمام؟ لو رجعنا لأي سيميلر تو بي، قلنا if there exists a non-singular matrix K such that، تمام؟ بدنا نشوف هل هذه singular ولا non-singular. ها يبقى احنا بنات هنا طلعنا المصفوفة كي تبعت الايجن فيكتورز على الشكل اللي عندنا هذا، جينا اخذنا المحدد الها لقينا المحدد بده يساوي مين؟ زيرو.
مدام الموحدة زيرو يعني الكي انفرس does not exist، لأن المصفوفة اللي إلها معكوس هي المصفوفة اللي محددها لا يساوي زيرو. تمام، يساوي زيرو، يبقى هذه مش موجودة. مدام مش موجودة إذا لا يمكن تبقى المصفوفة similar to a diagonal matrix، أو المصفوفة بقول عنها diagonalizable. يعطيكم العافية.